بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة. أما بعد يا أصدقائي، هل هو السلام في اليمن؟ هل حان وقت حلحلة الأزمة اليمنية؟ في الحقيقة يا أصدقائي، الأخبار الواردة خلال آخر ساعتين ثلاثة قد تكون بمثابة بشرى سارة لكل اليمنيين في كل مكان. أخيرا بدأ تحريك كباية الشاي الراكدة في اليمن، وبدأت الدفة بالدوران بعض الشيء. ايش اللي حاصل؟ يعني امال انا طالع هنا ليش غير عشان احكي لك؟ اضغطوا لنا لايك احبائي، ارفعوا لنا ريت الحلقة، ولا تنسوا الصلاة على النبي في التعليقات، ولنبدأ مباشرة. أخبار عاجلة وردت قبل ساعتين ثلاثة من الآن تتحدث أنه مصر الآن تقوم بالتنسيق لاستقبال وفد من المجلس السياسي الأعلى في صنعاء والمجلس الانتقالي في الجنوب. وفد من هنا ووفد من هنا، ليش؟ لحل الأزمة اليمنية. وين؟ في القاهرة. ولكن السؤال، هل القاهرة بمفردها قادرة أن تحدث فرق في الملف اليمني؟ في الحقيقة أقول لك ليست بمفردها. ما يجعل الأمور جدية هنا هو أنه هذا التنسيق يجري بين مصر وبين القيادة السعودية، كلاهما ينسقان لهذه الجولة أو الجهود الجديدة لحل الأزمة اليمنية، وليست مصر والسعودية فقط، لأنه الوساطة هنا تركية. حتى الآن البعض بيقول لك إنه هذا التنسيق يأتي من مصر والسعودية وتركيا، تنسيق واسع بين القاهرة والرياض وأنقرة، والبعض بيقول لك إنه الوساطة هنا ستكون وساطة تركية. هل هذا الخبر مفرح؟ بالتأكيد الخبر هذا هام جدا، ويعيد الحياة أو النبض إلى الملف اليمني اللي لنا أشهر إلى الآن وهو نائم تقريبا. وفي الحقيقة الموضوع لا ينتهي هنا، لأنه الأخبار تؤكد أنه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي سوف يتوجه خلال الأيام القليلة القادمة إلى طهران. ليش؟ لمناقشة الملف اليمني، حل سياسي للأزمة اليمنية. إذن الموضوع الآن داخل في إيران، مصر، القيادة السعودية، وكذلك تركيا، الوسطاء العمانيين أكيد هم اللي واقفين في الموضوع هذا من البداية. المبعوث الأول الأمريكي لليمن تحدث قبل 3 أيام تقريبا عن ضرورة إيجاد حل سلمي سياسي للأزمة اليمنية. يعني هناك الآن في تصعيد في هذا الملف لحلحلته. هل سنصل إلى نتائج مبشرة للشعب اليمني؟ هذا يعتمد على العزيمة لدى الأطراف اليمنية. طيب السؤال هنا، ما هو الهدف من هذه الجهود؟ الآن بيقول لك هناك هدفين. الهدف الأول هو حلحلة الأزمة اليمنية والوصول إلى حلول فيها، بينما بيقول لك الهدف الثاني بحث إمكانية إجراء لقاءات بين مجلس القيادة في الجنوب وبين المجلس السياسي الأعلى في الشمال، إنه هل هناك إمكانية أنهم يجمعوهم مع بعض على طاولة مفاوضات واحدة. أنا متفائل ومش متفائل في نفس الوقت، ولكن تغيير الدفة بعض الشيء، دخول القاهرة ودخول أنقرة في هذا الملف قد يعطي روح جديدة، يضخ مياه جديدة في هذا الملف. لأنه أنا في الواقع أعتقد أنه المسألة هذه تتطلب عزيمة من الأطراف اليمنية، سواء كان بيدير هذا الموضوع العمانيين أو المصريين أو الأتراك. إن لم يكن هناك عزيمة لدى الأطراف اليمنية سينتهي الموضوع بنفس النتائج الغامضة والمجهولة للجولات الماضية التي كانت بوساطة عمانية. ولكن من الضروري الشيء اللي يدعونا للتفاؤل هو ضخ مياه جديدة ووسطاء جدد وجهود دولية جديدة لحل الأزمة. في الحقيقة خلال الأسبوع الماضي، آخر 3-4 أيام تحديدا، بدينا نسمع عن تحريك الملف. رأينا المبعوث الأمريكي للمنطقة يتحدث عن اليمن وأنه لابد من حل هذا الملف والخروج بحلول سياسية لليمن. هل هناك رغبة دولية لحل الأزمة اليمنية؟ نتمنى ذلك. طيب هل هذا هو الهدف الوحيد من هذا الحدث؟ في الحقيقة هناك أهداف أخرى، لأنه العربي الجديد بتقول لك أنه مصر على الأقل في هذا الملف تريد أن تحمي مصالحها الاستراتيجية في البحر الأحمر وقناة السويس. ويأتي هذا الموضوع برمته في إطار مواجهة تداعيات حرب القطاع والكيان على مصر والمنطقة. مصر تعاني من انهيار اقتصادي حاد، ولديها شح
في النقد الأجنبي، في الدخل الأجنبي. واحد من أهم مواردها في هذا الجانب هي قناة السويس، ولكن قناة السويس تأثرت مع الأحداث اللي حاصلة في الشرق الأوسط وضرب السفن في البحر الأحمر، هل خسارتها كبيرة؟ في الحقيقة بحسب ما أعلنت مصر، ما بين يونيو أو يوليو من العام هذا والعام الماضي انخفض تقريبا 27%، يعني الضرر ليس كبير. نحن لا نتحدث عن خسائر 90% ولا 100% ولا إيقاف كامل، وإنما 23% في الأصح، 23.4%، ولكن قد يعتبر هذا أيضا خسارة على مصر، ولكن مش مشكلة، الكل يتحمل، الكل يتحمل عشان الناس اللي هناك اللي في القطاع الكل يضحي شوية عادي. ولذلك مصر بدأت هذه الجولة الجديدة من الجهود لحل الأزمة اليمنية. ما الذي سيستجد في هذا الملف؟ احنا متابعين، بيقولوا خلال الأيام القليلة القادمة هينطلق وفد من صنعاء ووفد من الجنوب عدن الحبيبة إلى القاهرة للاجتماع هناك مع الأتراك والمصارية والسعوديين لإيجاد حلول للأزمة اليمنية. نتمنى أن نسمع بشارات خير يا ربي. عندي كلام كثير في هذا الموضوع والكثير من التحليلات، ولكن الخبر طالع قبل ساعتين وكل المواقع وكل الصحافة هي كوبي بيست نسخ لصق. خلونا نتأكد الليلة ما هي خبايا هذا الموضوع، وسنعود في حلقة أخرى إن شاء الله عشان نفكفكها مع بعض يا أصدقائي. في ختام هذه الحلقة شكرا لكل الناس اللي وصلوا الدقيقة الأخيرة، العتاولة حبايبنا، وحتى أراكم في حلقة أخرى. هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسمي، دمتم بود وسالمين جميعاً.